سلم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي تبرعاً من دولة الكويت بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي إلى مكتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقال السفير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن هذه المساهمة تأتي انطلاقاً من دعم دولة الكويت الثابت للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين لا سيما في سوريا. ثمن محافظ مأرب اليمني المواقف الأخوية لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً ودعمها الكبير لليمن منذ أكثر من 5 عقود. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن ذلك جاء لدى لقاء المحافظ مع وفد الجمعية الكويتية للإغاثة برئاسة رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية جمال عبد الخالق النوري الذي يزور محافظة مأرب في إطار زيارته الحالية لليمن. بدوره قال النوري وفقاً لوكالة سبأ أن زيارته تهدف لتعزيز الدور الإنساني والأنشطة المختلفة للجمعية الكويتية للإغاثة والتي تنفذ عبر شركائها المحليين في مأرب واليمن عموماً.